بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه السيجمنتيشن. طيب السيجمنتيشن مقصود بها هنا إيه يا جماعة؟ مقصود بها التجزئة. طيب وبيقول لك هي شبيهة بعملية البيجينج اللي هي التصفح، ولكن تتم التجزئة هنا يا جماعة من وجهة نظر المستخدم. أيوه، يعني من وجهة نظر اللوجيكال أدرس سبيس. ومعناها كده ان ايه؟ ان احنا بنجزأ البرنامج اللي بيقوم بيه المستخدم او اللي بينشئه المستخدم الى اجزاء. يعني دايما المستخدم بيبص للبرنامج بتاعه ككتله واحده، لا، في الجزء ده هنقسمه لاجزاء. سيجمنت مثلا 0 1 2 3 4، بفرض ان في برنامج بيصممه المستخدم او بيعمله المستخدم، ها بنقسمه الى اجزاء. جزء خاص مثلا بالسبروتين، جزء خاص بداله الاس كيو ار تي، جزء خاص بالستاك، جزء خاص بالسيمبل تيبل، وهكذا. معاه؟ اذا يتم تجزئه البرنامج الى اجزاء. طيب الاجزاء دي تنقل الى المين ميموري، ها، او الفيزيكال ميموري، عن طريق ما يسمى بقى المره دي بالسيجمنت تيبل. بحيث ايه بقى؟ ان كل سيجمنت، نبدا بقى نقول على السيجمنت. كل جزء في برنامج اليوزر له ما يسمى بالليمت والبيس. اذا السيجمنت تيبل يتكون من يا جماعه من ليميت وبيز. بمعنى ايه؟ بمعنى تعال نخصص كلامنا على السيجمنت رقم 0 زي ما انت شايف كده، يتم تخزينه في الذاكره في الفيزيكال ميموري بناء على شيئين. ايه هما؟ البيز بتاعته. يعني ايه البيز بتاعته يا جماعه؟ يعني هيبتدي من رقم كام او من ادرس رقم كام، واخر انتهاء له ليميت، حدوده كام. طيب بص كده معايا، مش ده السيجمنت رقم 0؟ تعال نشوف مع بعض فين البيز بتاعته. 1400، يبقى يبتدي من عند 1400. معايا؟ الادرس رقم كام؟ 1400. الليميت بتاعه بكام يا جماعه؟ ب 1000، يعني طوله ياخد حي سايز 1000 ادرس. يبقى 1400 زائد 1000 يديك كام؟ 2400. اذا لو جيت تلاحظ بقى ان ايه؟ ان السيجمنتس بدات تدخل في الفيزيكال ميموري بناء على ما يسمى بالسيجمنت تيبل. المره اللي فاتت كنا بنقول بيج تيبل، لا دلوقتي بنقول ايه؟ سيجمنت تيبل. كل سيجمنت تيبل له ليميت وبيس. طيب تعال ناخد مثال كمان، تعال ناخد السيجمنت رقم 4. شايفين؟ سيجمنت رقم 4، نروح للسيجمنت تيبل زي ما انت شايف كده. فين رقم 4؟ اهو رقم 4. طيب البيس بتاعته بكام بقى؟ 4700. اروح ادور على الادرس رقم 4700، اهو 4700. الليميت بتاعه بكام؟ ب 1000، يعني طوله كام يا جماعة؟ طوله 1000، واخد 1000 ايه؟ حيز من الادرس. يبقى زائد 1000 يبقى ينتهي عند كام يا جماعة؟ عند 5700. ده مثال تاني. معايا؟ نقول مع بعض كده ان السيجمنتيشن سيميلر تو بيجنج، يعني نفس ايه؟ ها؟ شبيهة بالبيجنج، لكن اكسبت ذات بارتيشننج التجزئة از بيزد اون ذا يوزر فيو اوف ميموري، يعني تعتمد على ايه؟ ها؟ رؤية الايه؟ ها؟ رؤية اليوزر للميموري. واحنا اتفقنا مع بعض ان يوزر سيز ا بروجرام، يعني بيشوف البرنامج على انه كوليكشن اوف سيجمنت، مجموعه من الاجزاء زي ما احنا ايه شفناها مع بعض. جميل. طيب نشوف الاستراكشر بقى. زي ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها ايه بقى؟ بيج تيبل. دلوقتي في حاجه اسمها سيجمنت تيبل، والسيجمنت تيبل ده يتكون من جزئين زي ما احنا عارفين، الليمت ها والبيز. وايه والسيجمنتس اللي هتظهر هنا عند اليوزر؟ هتنقسم لشيئين، S و D. S ديت معناها ايه؟ ها؟ رقم الاس اللي هو بيدور بعد كده على الليمت والبيز، والدي اللي هو مين؟ ها؟ الاوفست. الاس والدي يا جماعه دول بينضموا مع بعض عشان ايه؟ يشيروا الى السيجمنت. وايه؟ وبنعمل مقارنه، هل الاس والدي اقل من الليمت؟ طبعا لابد ان احنا نشوف هل اقل من الليمت ولا لا؟ من الحيز المتاح لهم ولا لا؟ لو اقل من الليمت نجمع عليهم البيز، يبقى في هنا اهو بيز زائد ليميت عشان نحط مين يا جماعه في الميموري؟ مين؟ السيجمنت. اوكي، يبقى احنا اتفقنا مع بعض بنبص على حاجتين، الاس والدي. الاس بتروح تحدد الليميت والبيز. لو الاس والدي اقل من الليميت مسموح يا ايه يا سيجمنت تقعدي عندي في الذاكره. طب في الحاله ديت بجمع ايه؟ بشوف البيز والليميت واجمعهم على بعض عشان اشوف السيجمنت دوت هيبتدي منين وينتهي فين. طيب ملحوظة ايه هي؟ ان السيجمنت تيبل بيز ريجستر، في عندي حاجة اسمها سيجمنت تيبل بيز ريجستر، بيشاور على مين؟ على السيجمنت تيبل لوكيشن ان ميموري.
وعند ما يسمى بالسيجمنت تيبل لينس ريجستر اللي هو اس تي ار ال ها ال ار انديكيتس للنمبر اوف سيجمنتس عدد السيجمنتس اللي ايه اللي بتستخدم من الايه من البرنامج. يعني لو البرنامج مقسم عندي مثلا على سبيل المثال 5 سيجمنت ده هيبقى محتواه 5، لو البرنامج ها متقسم 10 سيجمنت يبقى ده محتواه 10 وهكذا. يبقى عندي اس تي بي ار يشاور على ها اللوكيشن ايه للسيجمنت تيبل اللي موجود في الذاكره، وهنا مين ها اس تي ال ار يشاور على عدد النمبر اوف سيجمنتس لكل برنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.